اولا الفخر لان منتوج مغربي وحنا كمهتمين يعني بالقطاع التكنولوجي والاندستري في المغرب. تيهمني بزاف انني نجي نكتشف اولا الشكل ديالها. مؤخرا كان في الاخبار يعني تقديم ديال هذه السياره الى جانب سيارة اخرى اللي كتخدم بالهيدروجين. بحكم انني يعني مهتم بهذا المجال جيت باش نكتشف انا حتى انا داك كي جاتك الصراحه كتبان حسن من التلفازه. الصراحه انا دوبي زعما من النهار الاول جيت تري زوغوز باسكو ميد ان موروكو. ودابا فاش شفتها فاس فاس لانتيريور زوين لي كولور ديجا لا كولور دو لا فواطور وكيعجبني انا هذا الشيب دونك اون فيير ميد ان موروكو وان شاء الله اون فالا ريزيرفي بيانتو ان شاء الله. دار شوف انا اون برينسيپ سي سكو جو دي توجور كنقولها للناس اتس موروكان خصنا حنا نشريو باش نشجعو. بحال هكا ميم الا كانوا فيها شي حوايج اللي مازال ا ديفلوبي سي لا كنعاونو بعدا حنايا لاندستري ديال المغرب. ولكن الا كنتي غتشريها واش حينت مصنوعه مغربيه ولا عجباتك؟ لا هما بجوج. في الاول انا كنت كنقول لحق الصناعه مغربيه ميد ان موروكو دونك انا نشجع ونشري وديجا لو بري ديالها زوين. ودابا فاش شفت الانتيريور غزال سبيشيس لا كولور اكزاكتلي سي بور لي جون و جيم جادور.